أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة بأن غارات وعمليات الاحتلال قلصت المناطق الآمنة في القطاع من 230 إلى 35 كيلومتر مربع فقط. وذكر جهاز الدفاع المدني أن الاحتلال الإسرائيلي دفع بمئات الآلاف من المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة، مشيرا إلى تقليص الاحتلال لهذه المساحة خلال شهر أغسطس إلى 35 كيلومتر مربع فقط، بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع. اجونا ناس نازحين من خان يونس ومن الميناء ومن لسان الميناء من هان، فاستضفناهم عندنا وحتى يعني بنطعميهم من اكلنا ومن قوتنا، من قوت اولادنا بنعطيهم تمام. وبالنسبه للوضع يعني انت شايف انحصرنا، كنا في منطقه صغيره من هان من لسان الميناء لدور 17، هذه المنطقه كثيفه سكانها كثير فيها وما فيش حد مدور عليهم، السكان هذول ما فيش حد مدور عليهم، يعني التكيه اللي بتجينا على قد المخيم تبعنا. طب الناس اللي اجت عندنا جديد من وين جيبوا لهم؟ بناكل اكله في اليوم على الدكيه، اكله واحده اللي بناكلها في اليوم، يعني لو ما الدكيه كان بنموت من الجوع. اقول لك انا صرت افكر يعني اطلع لو فيش اكل اروح اشرب من البحر عشان اصبر حالي، وحياه ربنا بحكي جد معاه اكل اشرب ميه وملح. اقول لك قسما بالله مرات بننام من دون اكل. قبل اسبوع كانت يعني بزياده وتزيد عنا، نفطر ونتغدى ونتعشى مثلا. اليوم من عدد الناس اللي اجوا علينا بطلت دوبها الغدوه، دوبها الغدوه وبعد وقت ما بتكفينا، لانه العدد زاد عنا، زاد العدد بزياده. يعني كنت انا في خيمتي 32 هيك صرت تقريبا 50، يعني ناس بلا مخزه بعرفهمش حطيتهم جنبي. الميه بصعوبه جدا لما بنعبي، وهيكم شايفين وتطلعوا على الدور وعلى كيف بنعاني لحد ما نعبي ميه. الميه يعني هي روح الحياه، فيش ميه فيش اكل فيش شرب فيش مصاري، لا في شغل ولا في عمل ولا في مصروف ولا في اي حاجه. وعندنا مرضى، احنا بنتامل تخلص، بنطلب من الله مش من العباد انه تخلص، ما ضلش فينا حيل يا عالم، ما ضل فينا حيل، والله ما ضل فينا حيل، بعيدنا الله والله خلصنا، والله ما ضل فينا حيل ولا ضل قادرين نتحمل اي تاشي، ما ضلش فينا حيل، ايش نعمل؟ لمين نشكي يا عالم؟ لمين نشكي؟ حالنا صعب والله، حالنا صعب.